أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ورد في كتابكم الملخص الفقهي باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ما نصه: ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى سنة الظهر بعد العصر. آمل توضيح ذلك، وهل يجوز أن أقضي راتبة الظهر بعد صلاة العصر إذا نسيتها؟ تقضيها بعد الظهر، بعد الظهر، إلا إذا جمعت، إذا جمعت العصر مع الظهر إنك تقضيها بعد العصر، أما إذا لم تجمع فإنك تقضي راتبة الظهر القبلية بعدها. نعم.